لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما. يوم الأرض يصادف ب 30/3، رح نتحدث عن خصوصية هالنهار، أيضا رح نربطه بذكرى الكرامة، ورح نتحدث عن احتفال كان مقام فيما يتعلق بيوم الأرض وذكرى معركة الكرامة. أستاذ سالم سويس، صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. حضرتك مقرر لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني، أهلا وسهلا. أهلا فيك. أنا بحب صراحة نبدأ بموضوع يوم الأرض. عم نتحدث عن أرض السلام وأرض الأنبياء، ولكنها للأسف لم ترى يوما ولم تعش يوما سلاما. 30/3 يصادف يوم الأرض، هاي الذكرى اللي كان فيها اغتصاب للأراضي الفلسطينية، وكيف أنتم من خلال كمان الاحتفال ربطتوا بذكرى الكرامة؟ تفضل. أول شيء يسعد صباحك، وإحنا بنشكر القناة الرائعة اللي دائما تعمل على نقل الهم الوطني على مستوى الوطن العربي كلياته. وحقيقة إحنا يعني قناة رؤيا يعني إلها ميزة خاصة في تغطية الشأن الوطني الأردني والفلسطيني على كل الحالتين. الحقيقة إحنا معركة الكرامة، بداية لنتكلم عن معركة الكرامة لأنه هي في 21/3. معركة الكرامة كانت بعد الانكسار اللي صار في العالم العربي والهزيمة سنة 67، أعادت الأمل إنه وأثبتت إنه الوحدة ما بين الجيش العربي والمقاومة والشعب، وكانت في إرادة لأنه رد الاعتبار. وكان في عندنا طبعا يعني حتى الأوامر اللي أخذها الجيش العربي الأردني. نعم. في حال دخول العدو لأرضنا، القائد الشهيد المرحوم مشهور حديثة حينما قال: حينما يدخل العدو إلى أرضي لا أحتاج إلى أوامر. تم بداية معركة الكرامة. معركة الكرامة أثبتت اللحمة ما بين المقاومة والجيش والشعب، وأنه هناك كان في إرادة وتصميم من أجل رد الاعتبار إلنا، خاصة أنه الهزيمة كانت كثير كبيرة على الأمة. نعم. العربية ككل. نعم. وكان في يعني توقع بأنه إحنا غير مستعدين كقوة عسكرية، غير مستعدين، وهذا اللي هو الكيان يعني الصهيوني دائما. نعم. بغطرسته كان يعتبر حاله انه الجيش الذي لا يقهر. نعم. وانه انه داخلين في نزهه، وكان ممكن يتغدوا في رغدان او لكن اثبت الجندي الاردني والمقاوم الفلسطيني في اللحمه ما بينهم، وتكاتف الجماهير كانت حولهم. نعم. وهذا شيء على الشعب الاردني موجود، يعني حتى الاحداث الاخيره اثبتت التلاحم والتكاتف ما بين الاجهزه الامنيه والشعب الاردني، واستطاعوا انه فعلا في معركه الكرامه إعادة الأمل وإعادة الكرامة لإلنا. نعم. إنه إحنا ما زلنا موجودين 100%. نعم. طيب إحنا عم نحكي عن ذكرى الكرامة، اللي إحنا برضو بنحاول نرجع نضلنا نتذكر الجانب المشرق من اللحمة حتى العربية فيما يتعلق بالجيش العربي، قديش كان فيه له وقفة مشرفة. عم نحكي عن الحرب الوحيدة اللي ترك فيها الكيان الصهيوني العتاد والجثث والجرحى على أرض المعركة. كان فيه هدنة أتوقع لسحب الجثث، هاي هي المعركة الوحيدة وهذا هو تاريخ مشرق. لكن إذا من حاول بدنا نربطه كمان بالأحداث اللي عم بتصير، كيف ممكن نتطلع على هاي الذكرى قبل ما ننتقل نحكي عن يوم الأرض؟ كيف ممكن إحنا يعني نتفائل بالمستقبل العربي؟ حقيقة بدي أحكي شغلة، إنه إحنا الأمة العربية حينما توجد التصميم والإرادة من أجل دحر هذا الاحتلال البغيض، الشعب العربي قادر، لكن لا يوجد هناك قرار، خلينا نحكيها على المستوى العربي كله الآن. نعم. في دحر الاحتلال، بالعكس أصبحت دولة الاحتلال والاغتصاب دولة صديقة، وتحضر كل مؤتمراتنا وكل قممنا. نعم. وكل أشياء، وهذا شيء كتير يعني طالما في هناك مغتصب. يعني معركة الكرامة أثبتت قديش إنه إحنا إنه هذا هش، هذا كيان هش. نعم. لكن إحنا الإرادة مش يعني الإرادة السياسية غير موجودة عند العالم العربي كلياته. خلينا نكون من الآخر يعني نحكيها، من واربش في الموضوع. نعم. لكن حينما تنوجد الإرادة، الشعوب العربية كلها مع القضية الفلسطينية، وما يجري الآن في العالم العربي هو تغييب للقضية الفلسطينية وإشغال العالم العربي في قضايا. والآن إذا بتلاحظي إحنا بنعيش في مأساة
سواء كان في العراق، سواء سوريا. كان في سوريا، سواء كان في اليمن، سواء كان في ليبيا، سواء في مصر. ما في وطن عربي، في تونس، في الجزائر، احنا مستهدفين. هناك مخطط، هناك نوع من سايكس بيكو جديد، هي كانت موضع القدم الكيان الصهيوني، زرعوا في هاي المنطقة. الآن احنا يجب من خلال الاحتفالية اللي بتتم في معركة الكرامة إعادة الاعتبار للجندي العربي. هو الجندي الأردني صحيح. جندي عربي. إعادة الاعتبار لإله أنه قديش الشعوب متماسكة معه. الكيان الصهيوني بدأ في فلسطين، لكن هو ما مش حده فلسطين طبعاً. هو حد الوطن العربي كله يعني. فإحنا بالنسبة إلنا يعني دائما بنحاول للجيل اللي طالع حتى يعرف أنه الأمة العربية قادرة على دحر الاحتلال إذا توفرت الإرادة السياسية، وإذا توفر هناك الرغبة في دحر هذا العدو. حتى لو زي ما ذكرت حضرتك يعني في محاولات بتغييب القضية الفلسطينية اللي هي عايشة فينا في الصراعات اللي عم بتشهدها المنطقة ككل. للأسف عم نشوف مشاهد وصور من الاحتفال اللي أقيم، خبرنا عنه أكثر. يعني حقيقة نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين دابت منذ عشرات السنين، يعني من تأسيسها على رعاية شأن الفلسطيني. يعني إحنا في كان مقاولين أردنيين على رعاية شأن الفلسطيني، سواء كان أثناء العدوان على غزة أو في مساعدة الطلبة أثناء العدوان على الضفة الغربية. أنا بالنسبة لي فلسطين واحدة، يعني سواء كانت غزة، الضفة الغربية، 48، هاي التقسيمات اللي بدأنا نسمعها من جديد، فلسطين من النهر للبحر. فنقابة المقاولين دائما تعمل على توضيد، يعني على عمل الفعاليات اللي بتساهم في نشر الثقافة المقاومة الفلسطينية، ثقافة التمسك بأرض فلسطين، ثقافة مساعدة أهلنا حتى يبقوا صامدين، وسميناها لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني. وحقيقة يعني أنا هون من خلالكم بدي أشكر كل أعضاء الهيئة العامة في نقابة مقاولي إنشاءات الأردنيين على تفاعلهم الدائم وتبرعهم السخي للجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني، وأثبتوا أثناء العدوان على غزة. يعني كنا إحنا النقابة الأول في النقابات المهنية اللي أخذنا سيارات الإسعاف، وأخذنا الأدوية، وأخذنا مواد غذائية، وأخذنا حليب أطفال، وأخذنا بطانيات. وكنا إحنا من أعضاء زملائنا في أعضاء النقابة بأيدينا وصلناهم إلى رفح، وحاولنا يعني حتى أنه في بعض من زملائنا وراء واحد من الناس اللي دخلوا داخل غزة بعتنا هاي المساعدات، وكان إلها أثر كبير. عملنا على بالتعاون مع نقابة المهندسين، مع جمعية مستثمري قطاع الإسكان، على عمل مستشفى للولادة داخل غزة مع البنك الإسلامي الدولي. يعني في نشاطات في لجنتنا إحنا وفي نقابتنا. فالنقابة دائما في يوم الأرض، في ذكرى معركة الكرامة، في ذكرى اغتصاب فلسطين، وسبق أنه من خلال إذاعتكم أنه إجوا غطيتوا، وكان إلي لقاء معكم تحدثنا حول هذا الموضوع، وحكينا أنها تكون يعني أمل للأمام، مش هي تذكر بس فقط مجرد ذكرى، هي للعمل من أجل محو هذا الأثار، أثار العدوان اللي واقع على شعبنا الفلسطيني. صحيح. بما أنك دخلت غزة وشفت الأوضاع، يعني احكي لنا بأم العين، لأنه زي ما حكيت عم بيكون في شوية تشويش عم نبعد عن المأساة الحقيقية اللي عم بتكون هناك. كيف الأوضاع هناك؟ حقيقة يعني منطقة أكثر كثافة في سكانية في العالم، بيسكن فيها حوالي تقريبا من 1.8 إلى 2 مليون، محاصرة. يعني الكيان الصهيوني يفرض حصاره، للأسف إحنا كعرب نفرض الحصار. يعني إحنا كثير من المساعدات من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية. يعني ما قدرنا إلا من خلال هاي الطريقة. ومشكورين يعني طبعا. الإخوة في الهيئة الخيرية الهاشمية كان لهم دور كبير في إيصال المساعدات الطبية والمساعدات عينية. في يعني إحنا كمان تعاوننا مع من خلال المركز الطبي والمستشفى الميداني الرائع اللي فعلا بيشتغل بغزة بشكل، يعني من خلال المشاهدات إنه كثير كانوا أهالي غزة تشكروا اللفتة اللي قام فيها جلالة الملك بالنسبة للمستشفى الميداني. نعم. أستاذ سالم، بحب أعرف منك التفاصيل بموضوع إحياء يوم الأرض. يعني كان أول سنة بال76، الأجيال الجديدة شو ممكن نحكي لهم عن يوم الأرض، أهمية تذكر يوم الأرض؟ أولا يوم الأرض هو تمسك الشعب الفلسطيني، وكل ما يقال إنه الشعب الفلسطيني فرط في أرضه هذا كلام مش صحيح. يعني إحنا ما بدنا نحكي، الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه، والهبة التي قامت سنة 76 لأهلنا داخل فلسطين اللي تم يعني احتلال فلسطين 48. واللي فكروا هم قيادة الكيان الصهيوني إنه ما هالأطفال هذولا الكبار بكرة بيموتوا والأطفال بنسوا وإحنا بنأخذ، لكن حقيقة يعني بنشعر بالفخر وبالاعتزاز بأهلنا
في كل مناطق فلسطين، في يافا، في حيفا، في اللد، في الرملة. نعم. وحقيقة في يعني كثير من الأصدقاء اللي موجودين داخل فلسطين يعملوا على توعية الجيل الطالع وأهمية الأرض، وهذا التذكير بيوم الأرض حتى تفضل التمسك. والدلالة على ذلك أنه ما في حدا يعني ما تسمعوا كلام أنه أهل فلسطين باعوا أرضهم، لا، ما تم بيع أرض، ما حد باع أرض. هذا كيان مغتصب، هذا كيان معتدي. والدلالة على ذلك الشهداء اللي كانوا سنة 76 كان في شهداء اللي هم قاوموا طبعاً عملية الاعتداء على هاي الأرض. لكن إحنا أمام عدو متغطرس، الظروف الدولية الآن مهيئة له هذا الحكي، مدعوم نعم للأسف. شكرا لك أستاذ سالم سويس، حبينا نسمع منك هذا الكلام إحياء لذكرى الكرامة وأيضا يوم الأرض. شكرا لحضورك معنا، أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية، وشكرا لكم إلكم أنتوا كثير. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا في القناة لتشوفوا كل شيء جديد.